السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم شباب عاملين ايه؟ النهاردة هنتكلم عن المواد اللي بتستخدم في إزالة الحماية من الأيسيهات. جميع الأدوات والمعدات المستخدمة في الفيديو ده سواء في التصوير أو في الإصلاح هنلاقيها شباب تحت عنوان الفيديو في صندوق اللي هو صندوق وصف المحتوى وكلمة شو مور. هنضغط على شو مور هنلاقي رابط باي بال اللي حابب يتبرع على القناة، وهنلاقي المعدات اللي موجودة في ورشتي، وقصاد كل معدة لينك للشراء من موقع أمازون أو علي إكسبرس. أنا كنت ذكرت قبل كده إن المواد دي مش فعالة. طبعا إحنا عندنا نوعين أو ثلاثة من الحمايات بتكون على الأيسيهات، هما نوعين تقريبا، الحماية اللي في السامسونج والحماية اللي هي في الآيفون، اللي هي الحماية السوفت، الصمغ أو اللزق اللي هو طري شوية ده، وفي نوع تاني اللي هو الحماية اللي موجودة في أجهزة الآيفون برضو على الهارد ديسك. الحماية دي قوية جدا على أي سي الباور في أيباد ميني مثلا، الحماية دي قوية جدا. في عندنا نوعين من الحمايات. أنا جربت مواد كتير عشان إزالة الحماية دي، قلت حتى لو هتسهل شوية الموضوع، لكن للأسف إن كل المواد اللي أنا جربتها ما جابتش معايا نتيجة، وكنت بستخدم الحرارة في شيل الحماية. طبعا لما يكون بتشيل الحماية اللي هي حتى السوفت، الحماية اللي هي الخفيفة دي اللي هي مش ناشفة قوي، من على مكونات صغيرة زي المقاومات والمكثفات والزينرز بتاعة البروكسيميتي سنسور والفرونت كاميرا، لما تيجي تشتغل في ايفون في عيب اي سي تاتش، او اللي هي عند البصمة في الايفون. طبعا حتى لو بتشتغل على درجة حرارة خفيفة لازم تكون حريص جدا للمكونات دي ماسكة في البوردة، يعني بشيء لا يذكر من القصدير، لأن هي أصلا صغيرة جدا، فلازم ناخد بالنا جدا وإحنا بنستخدم الحرارة شيل الحماية. صراحة في أحد المتابعين كلمني على الفيسبوك وقال لي أنا عندي مادة حماية جديدة وشغالة كويس جدا وبتشيل الحماية بمنتهى السهولة، فقلت له طب اديني اسمها وانا هحاول ان انا اشتريها واجربها. هو عرضها عليكو، فالصراحة هو مشكورا بعت لي ازازة منها هدية من المغرب، يعني الصراحة الراجل كلف نفسه وتعب نفسه الحقيقة. فانا قلت خليني اعرضها عليكم ونجربها مع بعض، يعني هي لسه مقفولة ما اتفتحتش، فهنجربها مع بعض دلوقتي على الحماية اللي هي السوفت وعلى الحماية بتاعت الهارد ديسك اللي هي القوية دي. تمام، طبعا الحماية اللي أنا كنت بستخدمها قبل كده اللي هي ملهاش أي لازمة خالص هي دي. أوكي، دي ما بتجيبش أي نتائج، وهنشوف مع بعض. عندنا بوردتين هنحط على كل واحدة منهم مادة الحماية وننتظر شوية. هو مكتوب على المادة اللي هي جاتلي اسمها جلو ريموفر، مكتوب ان احنا نحط المادة ونستنى 35 ثانية، وبعد كده بالفرشة ننظفها ان الحماية هتطلع. بيقول ان من 35 ثانية لحد 30 دقيقة على حسب كثافة مادة الحماية. طيب احنا هنحط المادتين وهنديهم حوالي نص دقيقة كده، وهنشوف أي واحدة منهم فعالة، وهل فعلا المادة الجديدة اللي وصلتني دي فعالة ولا لأ. دي المادة القديمة هنحطها هنا على البوردة، نروح على الميكروسكوب. دي هنا الحماية اللي هي السوفت،
مش الحماية اللي هي الصعبة يعني. دي طبعا بورده تقطيع، طبعا مش محتاج ان انا اقول ان مادة الحماية دي، مادة ازالة الحماية دي لازم تتنضف تماما من على البورده. احنا مش عارفين المواد دي عبارة عن ايه اصلا، لازم بعد استخدامها تتنضف من على البوردة تماما. أنا بعتذر عن الأصوات اللي حواليا، لأن حاليا الوقت لسه بدري والمحلات لسه بتفتح، وأنا قلت أصور الفيديو ده على طول، فمعلش اعذروني. تمام، دي البوردة التانية أهي، نشوف. اوكي، هنفتح مادة الحماية الجديدة اللي وصلتني. ونجربها مع بعض. هو أصل الحقيقة وراني فيديو ليها، الفيديو فعلا كان خطير يعني، بس نشوف بقى مع بعض كده. أنا غرقت هدومي، المادة شكلها مختلف شوية، كثافتها. المادة جت على إيدي، سببت لي زي حرقان كده في إيدي، فده معناه إنها مادة خطيرة وإن مفعولها أعلى بكتير من المادة القديمة. وزي ما انتم شايفين كده تحت الميكروسكوب عمالة بتتفاعل وبتسبب في تآكل. فنخلي بالنا يا جماعة إن المادة دي تقريبا حاجة زي مية النار كده، زي ما انتوا شايفين، لو ممكن تشوفوا هتلاقيها بتعمل زي فوران أو تآكل. شايفين؟ لو بصينا على المادة القديمة، طبعا خلوني أمسح ده علشان المادتين ما يجوش على بعض. دي كمان ابتدت تاكل في البورد اللي أنا شغال عليه، ابتدت تاكل في البلو مات ده، معناها إنها قوية جدا يعني. بصراحة مادة بالقوة دي لها ميزة ولها عيب يعني. وطبعا أنا مش حابب إن أنا أخليها على البورد مدة أطول من كده، فهنضفها على طول لأنها فعلا قوية جدا. الكحول هننضف بقى بالفرشة وهنشوف. فعلا الحماية السوفت طلعت بسرعة جدا معايا. انا شايفها اهي تطلع معايا بمنتهى السهولة. المادة حارة جدا يا شباب، دي حاجة زي تقريبا مية النار عندنا في مصر. ودي فعلا لها خطورة جامدة على البورد. صراحة منصحش إن المادة دي تتحط على البورد مدة طويلة. طبعا هي شالت، هي البوردة دي أصلا ما كانش عليها حماية كتير لأنها متقطعة وسكراب، بس هي شالت فعلا.
خلونا نشوف بقى كده ال لا هي فعلا خلت شيل الحماية سهل جدا اهو، ومتهيألي لو كنت سبتها فترة أطول شوية كانت هتعمل شغل أحسن من كده. الحماية هي بتطلع معايا بمنتهى السهولة بدون حرارة بدون أي شيء، حتى الله أعلم الآي سي اللي اتشال ده هو كان متشال قبل كده ولا هي المادة اللي أكلت القصدير، بس القصدير شكله مش متاكل ولا حاجة، وحتى المكونات التانية كلها في أماكنها. لا هي الصراحة المادة قوية جدا وجميلة جدا، بس في نفس الوقت خطيرة جدا. أنا مش شايف إن البوردة اتأذت في أي حاجة، مفيش أي ملامح إن البوردة اتأذت، طبعا الموضوع كده أسهل بكتير في إني أشيل الحماية من على المكونات الصغيرة دي بدل ما أشيلها بالحرارة، لأن لما بشيلها بالحرارة في مكونات بتفك من على البورد. طيب فالمادة دي أنا شايفها إنها قوية جدا وفعالة، لكن الحرص في استخدامها واجب جدا، وما ينفعش إن احنا نخليها على البورد مدة طويلة. طيب نيجي نشوف بقى المادة القديمة المنتشرة في السوق حاليا. هننضف وعلى الهواء يعني ما فيش المادة الجديدة اللي كانت على البوردة التانية، أنا أول لما حركت الفرش عليها كده الحمايات ابتدت إيه تتحرك. طيب نيجي كده بالكتر ونحاول نشوف ولا الهواء ولا الهواء ولا في أي حاجة تتحرك، يعني أهو يعني هي ابتدت إنها تطلع بالكتر بس مش بالسهولة اللي طلعت بيها الحماية في المادة التانية. لسه حاسس بمقاومة، لسه المادة ناشفة، مش أبدا 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 مش زي المادة التانية. طيب فطبعا المادة دي فاشلة جدا، دي وفي منها أكتر من شكل تاني في نفس العلبة كده، ما انصحش باستخدامها أبدا، فلوس في الأرض، اشتغالة من الآخر. المادة دي قوية جدا جدا جدا، يعني أول مرة أجربها وما لقيتش زيها في السوق هنا، ما شفتهاش قبل كده في السوق، أنصح بيها جدا لكنها في منتهى الخطورة. أنا بقول لكم أول لما رشيت المادة جات على إيدي حسيت بحرقان على طول. ريحتها ايه؟ مش قادر احدد الصراحة. طبعا لو هنيجي بقى نقارن المادة دي في شيل الحماية من على سي بي يو مثلا او على باور اي سي او هارد ديسك، طبعا هي المادة مش هتقدر تخش تحت الاي سي، هي المادة
هتساعدني ان انا اشيل الصمغ اللي حوالين الاي سي، زي في الاي ام ام سي مثلا. لما تيجي تشيل الاي ام ام سي انت بتحاول تشيل اكبر قدر من الحماية، لانها بتكون ماسكة الاي سي في البوردة، فانت يعني عايز تخلي اقل كمية من المادة دي موجودة علشان يبقى رفع الاي سي بسهولة وما يبقاش في مقاومة، والمقاومة ما تبقاش انت متلخبط ما بينها وما بين ان دي مقاومة القصدير ولا دي هي المادة هي اللي ماسكة الاي سي في البوردة، فتضطر انك تزود الحرارة وتخلي الحرارة الوقت اطول فالبوردة تنضر. فطبعا المادة اللي هي القديمة دي اللي عندي من الاول دي انا يعني جربتها اوريدي على الحماية اللي هي القوية الناشفة، ما عملتش اي حاجة، ما بتشيلش اي حاجة، فطبعا مش هجربها تاني. انتوا شفتوا انها ما بتعملش اي حاجة في الحماية اللي هي السوفت، فمش هتعمل حاجة في الحماية القوية. هنجرب المادة الجديدة دي على الحماية القوية. خلونا نروح على الميكروسكوب. عندي هنا بوردة ايباد 3، والايباد 3 من البورد الغلسة جدا جدا جدا، والحماية اللي عليها قوية جدا جدا جدا. فالبوردة دي شغالة عليها اي كلاود وبتاعت زبون، ف هنجرب عليها، بس لازم اغطي الكونكتورات علشان انا الصراحة المادة دي من قوتها انا خايف انها تأذي أي حاجة، بس متهيألي هي ما بتأذي، مش هتأذي البلاستيك، لأن أنا إحنا لما جربناها هو على بوردة الآيفون ما أذتش البلاستيك. لكن المادة دي مثلا لو جت على كاميرا أو حاجة أكيد 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 هتبوظها، فالحرص واجب جدا 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 لأبعد الحدود في استخدام المادة دي. أنا بقول لكم أكلت البورد اللي انا شغال عليه، لان هو معمول من المطاط او من البلاستيك، لقيته اتاكل على طول دلوقتي. طيب انا استخدمت اللي هو العازل السيلفر ده، صراحة أنا ما بحبوش، يعني أنا استخدمته دلوقتي وبستخدمه بس في الآيباد 3، لكن للأسف العازل ده سيء جدا جدا لما بيمسك في البوردة مع السخونة بيبقى صعب إنك تطلعه منها، تقطع مليون حتة صغيرة. بستخدمه في أقل الحدود بس علشان أنا لو حطيت الكابتن تيب فوق الكونكتورات دي هيبقى مفتوح من هنا، مش هيبقى ماسك كويس، انما ده ميزته ان هو بيغطي الحاجة كاملة، وده مش مطلوب في حاجات معينة. يعني انت لو شغال على اي سي انت مش مطلوب انك تغطيه من كل الجوانب، لانك بتعمل حبس حراري فيه او بتحبس الحرارة في منطقة معينة، ولو حاجة اتحركت ممكن تلزق في ال يعني لو في مكون اتفك، القصدير بتاعه اتفك ممكن يلزق في العازل ده وما يرجعش مكانه، فانت تيجي تشيل العازل تطلع بالمكون لازق في العازل. طيب هنقول بسم الله ونرش المادة على الايسيات. ونستنى 35 ثانية. في المادة بتفور،
هي لو فعلا شالت كمان الحماية القوية دي اللي هي الهارد تبقى جبارة جدا يعني الحقيقة، جبارة لدرجة تخوف، ريحتها حلوة. ريحتها حلوة بس هي فيها مادة كاوية. شايفين كويس كده ولا لأ؟ طيب أنا وهي موجودة كده هحاول إن أنا أشيل الحماية. مفيش نو no. ما بتشيلش الحماية الصلبة، وده متوقع يعني. أصلا الحماية الصلبة دي بتطلع بالعافية بالحرارة، فما أظنش إن في أي مادة تقدر إنها تشيلها، لأن لو في مادة هتقدر تشيلها المادة دي هتاكل البوردة نفسها. لا مفيش أي تأثير، مفيش أي تأثير. لأن الحماية قوية جدا جدا جدا. لا مفيش أي تأثير، وده شيء متوقع. No, it doesn't work. ممكن تشتغل إذا خليناها فترة أطول، لكن الموضوع مش عملي. الحماية دي قوية جدا، الحماية الصلبة بتاعت أبل قوية جدا. حتى هتشوفوا دلوقتي وأنا شغال عليها بالهوت اير، طبعا درجة حرارة أقل حاجة ما تخليش القصدير يملت ينصهر يعني. شايفين أنا حاطط الحرارة والمادة قوية لسه. طيب في العادة بسخن شوية. شايفين قوية قد ايه يا شباب؟ في تخيلوا ان تحت الاي سي ده مليان المادة دي. فدايما الايباد 3 في فك الاي كلاود بتاعه، دايما لما بشيل الهارد المادة بتطلع بالطبقة البني اللي تحت البوردة، اللي هي المادة الطبقة العازلة اللي بتعزل النحاس عن بعضه، اللي هي دي. فبضطر ان انا استخدم ال UV solder mask. شايفين يا شباب في مقاومة قد ايه يشيل المادة بتاعت الحماية، وفي صعوبة.
طبعا الـ IC بتاع الهارد ديسك لما بيتشال في أغلب الأحيان في الأيباد 3 بالذات، وفي أيباد ميني أي سي باور أو أيفون 6S أي سي باور، لما تيجي تشيل حاجة محمية زي دي لازم قبل ما تفكر إنك تشيلها، قبل ما تفكر إنك تلمس الأي سي ده، لازم يكون عندك الأدوات والخبرة اللي تخليك إنك لو شلت الأي سي ده ولقيت إن في باد أو 2 أو 3 أو 10 اتشالوا معاك، يكون عندك الثقة والأدوات اللي تساعدك إنك تعمل لهم بريدجات. لأنك لو شلت الأي سي وأنت ما عندكش خلفية عن الموضوع ده وراح منك باد أو 2، أنت كده لبست الجهاز. فإذا ما عندكش الخبرة أو المعدات أو القلب اللي يخليك تعمل حاجة زي كده، الأفضل قفل الجهاز ورجعه للزبون أو اديه لفني تاني يكون على دراية أو خبرة أكتر منك. طبعا اي سي محمي ما يتسخنش عليه، يعني الفكرة دي ما تجيش ما تخطرش على بالك، اي سي محمي ما يتسخنش عليه. اوكي، طبعا انا بشكر الاخ حمزة، انا مش فاكر انا ذكرت اسمه قبل كده ولا لأ، بس الاخ حمزة من تونس بشكره جدا على الهدية الجميلة دي. المادة برشحها يعني قوية جدا في إزالة الحماية اللي هي حوالين اي سي اليو 2 وحوالين الكونكتورات بتاعة الشاشة في الايفون وحوالين الاي ام ام سي، هتكون فعالة مع المادة بتاعة الاي ام ام سي بس هتاخد وقت اطول شوية، طبعا هتتشال بالكاتر بعد كده بس هتلاقوها طلعت معاكم بمنتهى السهولة. المادة اسمها جلو ريموفر، ده شكل العلبة اهي، جلو ريموفر. صراحة ما اعرفش بتتباع فين، كل واحد يسأل في المكان اللي بيبيع ادوات الصيانة في بلده، ويا ريت تشاركونا المعلومة لو حد يعرف هي بتتباع فين. بشكركم جدا وإن شاء الله إلى اللقاء في فيديوهات تانية قريبة إن شاء الله. مع السلامة.